حبيباتي الغاليات، حبيباتي الفنات، حبيباتي الغزالات والزوينات اللي كنحماق عليكم، تنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم عندنا. والله العظيم اللي دائما غنبقى نقول لكم مرحبا والف مرحبا. ونبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ اش اخباركم؟ كي دايرين مع هاد الاجواء؟ تنتمناكم كاملين 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 تكونوا على خير، وكاملين راكم كاينين في هاد القلب اللي تيبغيكم من تيبغيكم من الداخل. الصراحه كنعتبركم كلكم بنياتي، وكنعتبركم خواتاتي، وكنعتبركم مواتي، وكنعتبركم وليداتي. يعني هاد القناه يعني راه فيها حتى هكا الوليدات، فحتى الرجالات يتفرجوا من العائله من الجيران، يعني حتى هما تنقول لهم مرحبا والف مرحبا بكم، وتحيه لكم كبيره 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 من قناه يوميات نوره. وقبل ما نبدا الفيديو الكبيده ديالي، يعني غتهبطي ديري واحد لايك والاولى باش غادا نفكرك فضلا وليس امرا، ماشي تنشرط عليكم غير هكا تنقول لكم. زعما اللي كتبغي ماما رشيده واللي كيبغي هكا ماما رشيده ما فيها باس تهبطي ديري لايك عاد باش ان شاء الله نبداو بالفيديو ديالنا. كيف قلت لكم بالصلاه على النبي، اش غنقول لكم؟ يعني بغيت نشارك معكم اليوم مع الناس صراحه، بالنسبه للسيدات او للبنيات او للعيالات او حتى الوليدات او حتى الرجاله اللي عندهم هكا الوزن زايد، علاش لا ما نعطيكمش واحد النصيحه اللي كنت انا اصلا مشاركه معكم قبل، ولكن كنت مشاركه معكم على حسب مرض السكري. ما فيها باس نعاود نشاركه معكم، علاش لا شي حاجه اللي زوينه وشي حاجه تيسونوا على هكا الناس، علاش لا ما نعاودش نبارطاجيها مع الكبيدات ديالنا ومع الفنات ديالنا ومع الناس الزوينين كاملين كاملين. بارطاجي معاهم هذا الفيديو اللي غزال، وتمنيت كنتي تبارطاجيه مع صحاباتك ومع حباباتك ولا مع اصحابك ولا مع احبابك باش تعم الفائده، واللي هو شي حاجه زوينه، شي حاجه صحيه، شي حاجه اللي ما غتعذبي فيها ما غادا تمرتي. كيف تتعرفوا انايا ما نكذبش عليكم راه كنت نوزن واحد الوزن ديال 124 كيلو 126 كيلو، وحاليا عرفتوا من 124 اولا من 126 يعني راه وصلت 109 110 108، يعني ما بقيش تنزاد عليها. تخيلوا من 126 ل 108 ل 109 110، يعني راه كاين الفرق، راه كاين الفرق، ماشي شي حاجه اللي ساهله، راه كاين فرق ديال واحد 16 كيلو اولا 18 كيلو اولا غير 14 كيلو، راه كاين فرق اللي بلا ما غادا تعذبي، ما غادا تحرمي نفسك، ما غادا. انا ضد الفكره، ماشي ضد، ماشي ضد، زعما نوره بنتي ما تبغي دير هكا الريجيم تتبقى تقولي لا ماما خصني ندير، خصني نمشي نتقدى، تقدي ديال الريجيم، خصني نمشي نتقدى هكا، خصني نمشي نتقدى هكا، وهي تدير داك حويجات صراحه تنقص فيهم، حتى هي راه كانت نقصات شي شحال انا راه كنتي نقصتي، رفيتي شي 14 كيلو ولا 16 ولا دايره ليزي، شحال كنتي نقصتي؟ 22 نقصت 22 كيلو. دابا حاليا راه غليظه ما نكذبش على الله، واحد الوقت اللي نقصت 22 كيلو بداك الريجيم ديالها، هي تتقدى الصراحه، تمشي تتشري داكشي ديال الريجيم تكا هكا. انا لا ما نكذبش عليكم، انا لا بغيتو زعما تاخذوا مني هذه، الا ما نفعاتكمش هذا الشيء اللي غادي نعطيكم، هذه النصيحه اللي غنعطيكم الا ما نفعاتكمش راه ما غاديش تضركم صراحه الله. المهم انا ما نكذبش عليكم، انا ضعافيت، الناس اللي كيعرفوني انا راه كنت غليظه بزاف، اولي كنت رقيقه ورجعت غلاضيت، ودابا راني حيدت لكم شي 16 كيلو ولا هذا اللي حيدت، ماشي دابا اللي معكم انا في القناه. ملي كنت معكم في القناه راه كنت شويه وبديت غدا وتنضعف، دابا حاليا راه انايا نقص، يعني راه ملي وصلت ل 108 و 109 راه انا نقص. وما نكذبش عليكم، ما غاديش نكذب عليكم نقول لكم حارمه نفسي، ما حارمهش نفسي انا السكر، يا ربي تسمح لي، يا ربي تسمح لي، يا ربي تسمح لي ما دايراش الريجيم، يا ربي تسمح لي، ويا ربي تشافيني وتعافيني وتعافي جميع المسلمين وتشافي جميع المسلمين يا ربي. دايره خطا كبير، عارفه راسي، عارفه السكر ما معاش اللعب، ولكن صدقوني ما دايراش الريجيم، يعني تناكل ما حارمش نفسي، غير هي هادشي اللي غادي نعطيكم دابا، يعني هو اللي تندير، وبه هو باش نقص، وبه باش هو بزاف الحويجات
كانوا فيا وتقادوا فيا من كذب على الله. يعني هذه الوصفه انا هادشي اللي عطيتكم عطيته لكم على حسب السكر. دابا انا اكتشفت بانه هو اللي مطيح ليا الوزن لدرجه ان فوزيه اختي مسكينه تتقول لي زعما انت ما تتغلاضيش. يعني انا تناكل وما بقيتش تزاديت في الوزن زعما كاين هو السكر كاين اللي تيغلظو السكر كاين اللي تيضعفو بزاف. انا حيت ما دايره لا فانيد لا انسولين ما حتى شي حاجه، يعني غير هادشي اللي تندير الوزن ديالي ما بقاش يتزاد. يعني انايا تنقص من 126 ل 108، يعني راه شي حاجه اللي زوينه بزاف بزاف وعاد واش غادي بزاف، واللي هو الماء. غتقولوا لي الماء، غنقول لكم اه الماء، ولكن ماشي الماء العادي، ماشي الماء العادي البنات، ماشي الماء العادي الوليدات، ماشي الماء العادي الرجاله او العيالات الكبار في السن ديالي، لا، الماء اللي تيكون طيب. وجاوني عليه بزاف ديال الانتقادات على كيفيه الشرب ديالو، بزاف ديال الانتقادات، واش هي طبيبه، واش هي شتا تعرف، واش هي عليمه. المرا الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه الف صلاه، صلى الله عليه وسلم تيقول لك لا خصكم تشربوا الماء جالس. اي هادشي كلشي راه انا متفقه معكم فيه وقلتها لكم في الفيديو، غير نتوما اللي تدوزوا ما تسمعوش. هاد الماء اللي غادي نعطيكم انا اللي نصيحه مني عن تجربه ديال 5 سنين او 6 سنين او 7 سنين، راه كيتشرب وانتيا جالسه، يعني الماء طيب في حاله باغا تعمري اتاي. وسمعي مني اللي باغا تضعف، اللي بغات تنزل الوزن ديالها وفي نفس الوقت تاكل مثلا اللي بغات، ماشي داك اللي بغات، وانما تاكل ما غاديش تحرم نفسها. غادا تعمري اتاي في حاله كتعمري فيه الماء، في حاله كتعمري بيه اتاي، ياك غادا تنوضي وغادا تحطي لك فوق الطابله اولا فوق البوطاجي ديالك ملي تتكوني في الكوزينه، اولا نتاي ملي تتكون هكا فقتي في الصباح. يعني غادي في حاله تعمر اتاي غادي تحط واحد 4 كيسان بحال هكا، 4 كيسان ماشي كبار ماشي صغار، 4 كيسان هكا عامرين، غادي تست فيهم بحال هكا 4 1 2 3 4، غادي تحطيهم لي فوق البوطاجي وغادي تحطيهم لي فوق الطابله، غتخليهم ما تحليش الشارجون مثلا، ما غاديش ديري شي محاوله باش يبردوا لك هما بالزربه، لا خليهم يبردوا هكاك تدريجيا، يبرد تدريجيا، ماشي تيتبردي تقصدي مثلا الا كان عندك شارجون في الكوزينه اولا الشارجون في البيت تقولي غادي نحل الشارجون اولا الباب باش يبرد ليا، لا ما غاديش ينفعك. غادي تحطيهم يبردوا تدريجيا 4 الكيسان. كنتي في المره الاولى بداي ليا لا غير بكاس ولا بجوج كيسان، مع نهار يومين 3 ايام غتبقاي تتوصلي 4 الكيسان، ياك غتخليهم حتى يدفاو، ماشي يبردوا، ماشي يبردوا وماشي يكونوا طيبين. مثلا تشربي طيب هنا التهاب، لا عاوتاني تشربي بارد، لا يكون دافي بحال كتشربي في اقل من اتاي اولا بحال اتاي يكون دافي، ياك ما غاديش تشربيهم ليا هكا بخطره وحده، لا غادي تشربي بحال مثلا بسم الله هكا، بسم الله هكا هكا، يعني بالجغمه بالجغمه تدريجيا، وما غاديش تشربيهم ليا وانت جالسه بحال الملتا نشربو عادي البارد اللي هو فعلا نهينا الرسول صلى الله عليه صلوات الدنيا، ماشي بحال لي هكا واقفه وتشربي مثلا الماء بارد، لا لا هذا غادا تشربيه وانتيا واقفه واقفه، ماشي انا اللي قلت هذا الشيء، انا واخده مع دعانيم واخده نيت من اليوتيوب دابا مده ديال شي 6 سنين اولا 7 سنين باش واخده، يمكن باقي من هذا اليوتيوب ما كانش فيه مثلا بحال هذا بحال هاد زعما ولا مأثرين به الناس بزاف اولا ولا يوميا بانه خصو يكون في الحياه ديالنا، لا ديك الساعه كان قليل تيدخل اليوتيوب. انايا كيف قلت لكم كنت مريضه بالسكر وكان الوزن عندي زايد بزاف، راه 126 127 راه كان الوزن زايد، يعني وماشي في هاد السيره كنت صغيره على هكايا، ماشي انا صغيره دابا انا راه كبيره، يعني كان بنادم باقي صغير والوزن ديالو زايد والسكر صافي تخلعت، بديت تندخل تنقلب، خديتها مع واحد الباحث وعالم راه سميتو، راه انا بزاف الناس غادي يعرفوا راه سميتو، مشات لي انا دابا من عقلي،
يعني هو اللي عطى هذه، وانا ما طبقتها. ملي طبقتها قيت عليها راحتي، قيت عليها راحتي بزاف، ما نكذبش عليكم. وكيف تتعرفوا الماء الا ما نفعك ما غاديش يضرك، والناس اللي غايقولوا لي لا الماء تيتشرب وانت جالسه، هذه بالضبط عطاها هذاك الباحث او العالم، عطاها قال لكم شربوها وانتم واقفين. علاش ملي تتشربوا هذا الماء سخون راه غير تتشرب الماء عادي بارده تنشربوا، تنكونوا جالسين تنقولوا بسم الله تنشربوا حنا جالسين، ايه تبقى معاكم بهذا لا تتشربيه وانت واقفه. علاش قال لك باش يهبط مع هنايا مع هاد الحنجره، تيهبط مع تي على حساب التادي، على حساب المصره تكوني واقفه تي يسرى هكا معاه، على حساب الكبده، على حساب المراره، على حساب الطيحان، على حساب يعني اي حاجه عندنا في ذاتنا ملي تتشربيه تيمشي ديريكت. هادي انا خديتها من عنده، راه ماشي انا تتقول لها ماماك مالا عالمه اولا طبيبه اولا، لا انا خديتها من عند واحد الباحث اولا عالم، باحث هي عالم ربما هي نفس الكلمه، هو اللي عطاها. وهو توا طبق هاد الماء سخون، طبقو على الام ديالو وقاف واحد الفائده اللي زوينه، وانا فعلا لقيت عليها واحد الفوائد. شوفوا صدقوني راه زياده الوزن، راه هذا الوزن زائد، الا بغيتي تحيديه طبقي شربي ربعه الكيسان في الصباح على الريق، على الريق باقا ما دايره حتى شي حاجه، غادي تشربي ربعه وغادي تمشي تشقري كتي في كوزينه، غادي تمشي غادي تجي غادي تطرفي هكا الدار، غادي ديري كتي راجل غادي تخرج بحال هكا تضرب الطريق، بما مشيتي هكا لخدمتك اولا بما مشيتي هكا ترينيتي كان الحد اولا هكا اولا هكا، حتى تفوت ساعه غتحسبوا ليا ساعه، ماشي غادي تشربي ربعه كيسان وغادي تمشي تجلسي تنعسي اولا غادي تمشي صافي من ورا قسمي غتقولي نمشي ناكل، الا ساعه بالحساب عاد باش غادي تمشي تاكلي. غديري لي هاد الحويجات يوميا، شوفي على حساب شحال، مده 10 ايام، مده 15 يوم، مده 20 يوم، مده شهر، غتشوفي واحد الفرق بان الوزن بدا ينزل، بان الكرش بدا تطيح، بان النبوله يعني النبوله حشاكم حشاكم حشاكم، يعني تدخلوا الطواليت بالنبوله يعني غدا تعود مسرحه مليون في المية. صدقوني حتى الناس اللي عندهم المرض ديال النبوله وما تيشربوش الماء بزاف بهذه الطريقه اللي غنعطيكم ديال ربعه الكيسه اللي غتعودوا تشربوا في الصباح، صدقوني بان غادي تعودوا تدخلوا حشاكم حشاكم الطواليت، وغادي تكون هذا الخروج ديالكم ديال الماء يعني بواحد الطريقه اللي زوينه، واللي ما تبقاوش تعذبوا الناس اللي تيتعذبوا تيكون لهم حرقه البول غادي تنساو. انا اعوذ بالله من القوت، انا كنت نتعذب بزاف 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 من هاد النبوله، كنت نتعذب فيها بزاف صدقوني، ومشيت دوست وما خليت ما درت والو. الا بغيت ندخل هكا للطواليت حشاكم على الخرجه هكا ديال الماء راه تنتعذب، ولكن مع هاد الماء سبحان الله سبحان الله الحمد لله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد بعد ان ترضى، ولأنا رضيت. المهم بحال هكا تنحمد الله ونشكره بان بهذا الماء ما بقيتش مشيت عند الطبيب على قبل النبوله، ما بقيتش مشيت عنده المراره حتى هي الا كان عندكم فيها شي حاجه حتى هي ما تيبقاش صدقوني. مهم بزاف الحوايج، هاد الماء فيه واحد الفوائد كثيره بزاف بزاف بزاف، منهم حتى الشعر هكا ها نتوما تيتقاد، منهم تيتزاد هكا الشعر في الحجبان، منهم هكا الشفران، منهم الوجه تيتنقر تيعود مخمم، ما ديري لي حتى شي حاجه. هو اقسم بالله اقسم بالله ما فيه شي حاجه، انت كلينيك صدا نقطعو ما فيه ولا حاجه، ها اقسم بالله والو ما فيهش حتى شي حاجه، ومع الله تيعود وجهك تيعود نقي، البشره ديالك تتعود زوينه، الكرش الكرش تحيد غير انا حيت ناكل شي حوايج اللي تينفخوني، وداكشي تنشرب المناضه بزاف وتناكل الخبز صراحه، داكشي على شويه هكا كاينه الكرش. اما انا مني انا الا بغيت نحتفظ على راسي ونقص هكا المناضه نحيدها، راه كرشي راه ما تتبقاش بحال هكا، هانتوما شوفوا كيفاش هكا كتافيه مولو هابطين يعني هنايا، ولا عندي هكا مهم ما بقاش هذاك الغرد اللي كان خايب ما بقاش، باش غير بهذا ها هو
فقط. ولا كنتي بغيتي حتى بالنسبه كيف قلت لكم السكر مخير، بالنسبه للطونسيون مخير، بالنسبه للسكر انا قلت لك راه داومت اكثر من 5 سنين وانا تنشرب فيه، واخا هما عاطينا غير واحد المده ديال مثلا شهر او 20 يوم او هذا، انا ولفته ما نكذبش عليكم. وحتى من الشحمه في الدم مثلا، الشحمه صحاب الكوليسترول داكشي الشحمه راه كتحيد وما تبقاش تزادي في الوزن. راه الناس اللي عندهم عقده ديال الغرض راه صدقوني ديروا هاد 4 كيسان ديال الماء سخون قبل من الفطور، وديروا هكا مورا الغداء الا تغديتو. كانت شي غدا كيف قلت لكم شي حاجه دسيمه، كسكسو رفيسه، طاطا دجاج محمر، هذه تغداي من بعد ساعه، من بعد ماشي قبل بحال الفطور، من بعد ساعه غادي تشربي ليا كاس في الليل ملي غتبغي تنعسي، غتشربي ليا كاس وغادي تنعسي. صدقيني 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 على تجربه، ماشي قالتها لي مثلا جارتنا ولا قالتها لي بنتي اولا قالتها لي اختي او لا، انا جربتها انا عدو نقوت انا كنت نوزن 126 124 دابا بقيت تنوزن 108 والوزن ما كيتزاش، محتفظه عليه باش بهذا الشرب ديال الماء. وعاد باش بالنهار شربوا الماء، شربي الماء، شربي. انا بناتي ما تيشربوش الماء تيعصبوني تيفقصوني، ما نكذبش عليكم، ما تنخلي ما تندير معهم درجه انني تنعايرهم على قبل ما تيشربوش الماء. هذا اكبر غلط يديرو بنادم، شربوا الماء، شربوا الماء، شربوا الماء. الماء صحي بزاف ديال الحوايج، الماء صحي بالنسبه للناس ديال النبوله، شربوا الماء وغادي ترتاحوا واحد الراحه ما نكذبش عليكم. وعلى زياده الوزن اولا اللي بغى يبقى ثابت في الوزن ديالو 4 كيسان في الصباح قبل من الفطور، من ورا غادي تحسبي ساعه وغادي تشربي. وكانت هذه نصيحتي ديال اليوم اللي باش انا حيدت الوزن ديالي، حيدته ما نكذبش عليكم، راه مده هذه يعني ما بقيتش تزاديت، عمرني ما بقيت تزاديت، وصلت ل 126 ولا 124 ولا حتى 120 ولا حتى 116، لا بالعكس وليت غاده وتنقص يعني 108 و 109 غير بالماء، ما تنحيدوش نهائيا. زوين بزاف بزاف وقيت عليه راحتي والحمد لله والشكر لله عليه هوايا. وصافي ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جداد كيف العاده مع نصائح ديال ماماكم رشيده تتعطيها لكم من القلب باش توصل حتى لعندكم، ما فيها لا هادي لا هادي، ماشي على قبل باش ندير فيديو، لا على قبل باش نعطيها للكبيدات ديالي والوليدات ديالي، الاولاد اللي كاينين هكا غلاط اولا الرجاله اللي كاينين غلاط، علاش لا تا هما ما يطبقوهاش، تقولها لك امك، تقولها لك اختك، تقولها لك بنتك اولا تقولها لك الزوجه ديالك، علاش لا اولا انت لا كنتي هكا تتشاهد فينا، مرحبا بك والف مرحبا. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جداد كيف العاده، وتنحماق عليكم وتنموت عليكم، وشفت كاينه 17 دقيقه في الفيديو اولا اكثر، ولكن حيت تنبغيكم داكشي علاش بقيت تنهضر معاكم من قلبي. بوسه كبيره ليكم مني ليكم، يلا باي باي.